السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لاب بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي نوتريسيونيست كوسميتولوج اي لابورونتين. الوغ الفيديو ديال اليوم فيديو مهم فريمون، فيديو اللي مهم بزاف بزاف وبزاف منكم اللي كانوا كيتسناوه. علاش؟ لان غنشوفوا فيه كما وعدتكم، كنت قلتها لكم شحال هادي، غنعملوا بحال واحد الكور، غنشوفوا الفرق ما بين الزيوت الجافه والزيوت الدهنيه. غتقولوا لي ويلا ايمان، على كاين زيوت دهنيه وزيوت ماشي دهنيه؟ اييه كاينين زيوت جافه وزيوت دهنيه، ساشون كو حنا راه كنهضروا ديما على زيوت، يعني الزيوت النباتيه لي زويل فيجيتال ماشي المعدنيه. والزيوت النباتيه راها واحد النعمه من عند الله سبحانه وتعالى اللي خصنا نوظفوها وخصنا نستغلوها. دونك من خلال هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا اليوم شنو هو زيت جاف، شنو هو زيت دهني، شكون هما الزيوت الجافه، شكون هما الزيوت الدهنيه، شنو هو الخصائص ديال زيت جاف زيت دهني، فوقاش كنستعملوه، شكون اللي كيستعملوا، وبزاف ديال المعلومات اللي فريمون غتخليكم ما تبقاوش تالف. دونك غير تبتوا معايا مزيان. كاين زيت الجاف، الزيوت الجافه هي دوك الزيوت اللي كيكون عندها ان توشي سيك اللي كتكون فلويد، وهي اللي كتكون عندها واحد لا بينيتراسيون رابيد، دغيا كتدخل الجلد، كتدخل بسرعه وكتدخل مزيان، اون بون بينيتراسيون وون بون بينيتراسيون رابيد، يعني الامتصاص ديال الجلد لا من حيث الكميه ولا من حيث السرعه. هادو الزيوت اللي كنسميهم زيوت جافه، كما قلت لكم كتكون خفيفه فلويد وما كتخليش داك السونساسيون دو غرا، ما كتخليش الوجه ميدم معلك، كتدخل كامله، كتدخل دونك الوجه ما كيبقاش فيه داك التعلاك اللي كتعرفوه ديال بعض انواع الزيوت. هذا علاش كنسميوها زيوت جافه. دابا الزيوت الدهنيه، الزيوت الدهنيه هاد الزيوت الدهنيه هي عكس الزيوت الجافه، ما تيكونش عندها ان توشي سيك، لا كتبقى منظمه والبينيتراسيون ديالها الجلد ما كتكون ابطا، يعني وماشي كامله، يعني ما كتدخلش كامله وكتدخل بواحد السرعه اقل، وكتخلي واحد لو فيني غرا على الوجه، كتخلي شويه ديال اللدام على الوجه. وهاد الشيء يعني هاد الفرق ما بين الزيت اللي جافه والزيت اللي كتكون دهنيه مرتبط بلا كومبوزيسيون شيميك ديال كل نوع من انواع الزيت، سورتو مرتبط بلي زاسيد غرا اللي كيكونوا هاد الزيوت هادو. دونك هاد لي زاسيد غرا هما اللي كيتحكموا لينا في لي كاركتيرستيك ولا فلويديتي ولا بينيتراسيون وكاع هاد الخواص هادي ديال هاد الزيوت هادو. هذا علاش نهار كنت يعني ملي هضرت لكم على زيوت وكان واحد التعليق وهذا، قلت لكم انا ملي كنعطيو زيوت معينه راهم كنعطيهمش الياتوارمون، مي كنعطيهم سولون دي باز اللي كيكونوا متعارف عليهم. نتمنى غير تعطيوني شويه ديال العقل ديالكم وتمشيو معايا بشويه بشويه، يا ربي يكون هاد الفيديو هذا ساهل وبسيط وخفيف وتفهموه مزيان، باش كومسا غادي يسهل عليكم بزاف ديال الامور في الحياه ديالكم. دونك ديروا ديما في بالكم ان الزيوت اللي كتكون غنيه بالاوميغا 9 هي زيوت دهنيه، اللي غنيه بالاوميغا 9 هي زيوت دهنيه. بحالاش؟ احسن زيت هاد الزيوت الدهنيه راه هي اللي كتصلح لابوسيش، هاد الزيوت الدهنيه كتحتاجها البشره اللي ناشفه وناشفه بزاف، ماشي كتحتاجها البشره الدهنيه، العكس كتحتاجها البشره اللي ناشفه وناشفه بزاف. بحالاش؟ احسن زيت هو زيت جنين القمح، هذا خطير للبشره اللي كتكون ناشفه وناشفه بزاف هذا. وكاين زيت لافوكا حتى هو ممتاز للبشره اللي كتكون هذا حتى هو زيت اللي دهني. وكاين زيت الغوز موسكي، ماشي داك الزيت الغوز موسكي اللي عامل ضجه واللي هو غير عباره على بارافين، كنهضر لكم على زيت الغوز موسكي اللي مستخلص نيت من الغوز موسكي. ونزيدو حتى زيت ارغان اللي نقدروا نخدموه في النوعين واللي كيخدم بزاف البشره اللي كتكون ناشفه والبشره اللي كتكون عندها متقدمه في السن. هذا هو زيت ارغان، راه شي حاجه اللي توب توب، شي حاجه اللي واعره بزاف. دونك هادو الزيوت اللي كنقولوا عليهم زيوت دهنيه. نجيو دابا للزيوت الجافه،
يعني هما لي زويل ا تيكستور سيش. هاد الزيوت هادو باغ كونطخ كيكونوا اغنى من بالاوميغا 3 وبالاوميغا 6، كيكونوا اغنى بالاوميغا 3 والاوميغا 6، بحال كما كنت هضرت لكم فيديو سابق على زيت الجوجوبا، على زيت حتى الشونفر راه كتلقاو زيت الحشيش راه كيتباع. المهم ما غاديش ندخل لكم في هذا الشيء ديال الشونفر والحشيش وهذا وهذا، باش ما ندخلوش في ليغال وماشي ليغال وبزاف الامور. دونك زيت ويل دو شونفر، ويل دو جوجوبا، ويل دو نوازيت، هادو مزيانين. وكاين واحد وزيت سمسم، نسيت من وزيت زيت سمسم، زيت زنجلان حتى هو. وكاين واحد الاستثناء، زيت الماكاداميا، هذا واخا غني بالاوميغا 9 كيتصنف ضمن الزيوت الجافه. دونك هادو هما زيوت الجافه. دونك نتمنى نكون عطيتكم دابا الفرق، عطيتكم بحال لا ليست ديال شنو هما الزيوت الدهنيه وشنو هما الزيوت الجافه. هاد المكونات هادو كياثروا على لا تيكستور ديال الزيوت، وكيعطيو للزيوت الجافه اسبي فلويد، وكيعطيو للزيوت الدهنيه واحد لاسبي لي غا. يعني الزيوت الجافه كيعطيهم واحد لاسبي خفيف، والزيوت اللي كتكون دهنيه كيعطيهم واحد لاسبي، واحد لاسبي ثقيل، واحد الشكل، واحد لا تيكستور، واحد القوام اللي ثقيل ميدم. دونك هذا هو الاختلاف. يا ربي نكون نجحت انني ما تفلسفتش عليكم وبسطت ما امكن هذا الفيديو هذا. وهاد المكونات هادو كتقدر تخلي الزيوت اما تبقى لينا في الطبقات السطحيه، اما تخلينا للطبقات يعني العميقه ديال الجلد. مثلا الا خدينا ارغان، زيت اللوز، مثلا الا خدينا الغوز موسكي، طبعا راه ديما كناكد لكم على الحقيقي، فهادو كيدخلوا ما كيبقاوش في الطبقه السطحيه، كيهبطوا للطبقه اللي تحت منها. باغ كونطخ مثلا زيت لافوكا راه كيبقى لينا على الطبقه السطحيه ديال الجلد. شفتوا الاختلاف كيفاش داير؟ كيف شرحت لكم زيوت الجافه، زيوت الجافه مثلا الماكاداميا كيدخل لوديرم، لوديرم يعني كيدخل ياك. ولكن الى خدينا مثلا زيت ديال الزنجلان، راه علاش انا كنعشق زيت الزنجلان وديما كنصحكم به، زيت ديال الزنجلان مثلا زيت البندق، النوازيت، مثلا زيت نوايو دابغيكو، زيت نواه المشمش، ولا زيت نوع من انواع زيت لوز المر، فهادو كيهبطوا حتى لي بودير، كيهبطوا حتى للطبقه الداخليه العميقه ديال الجلد. وبالتالي فهاد الزيوت هادو نقدروا كما قلت لكم تمروا من خلالهم مجموعه من العلاجات، لان هما سي دي زويل بينيترونت، كيدخلوا للداخل ما تيبقاوش لينا على سطح الجلد. حيت كاينين بزاف ديال المختصين والاطباء كينوضوا كياتاكيو الزيوت وكيقولوا لك هو الزيوت كاملا كيبقاو لينا غير على سطح الجلد، ما منهم حتى شي استفاده. لا، لو كنتو كتعرفوا المكونات والتركيبه الكيميائيه ديال هاد الزيوت ما غتقولوش هاد الهضره، لان الزيوت اياه كاينه اللي كتبقى على السطح كاع ما كدير حتى شي افي. هادوك هما الزيوت المعدنيه اللي بحال البارافين، واللي كتزير لينا، كتبوشي لينا لي بور، وتقدر تسبب مشاكل بحال الحبوب عند الناس اللي عندهم طوندونس اكنيك. اما الزيوت النباتيه فخصنا نعرفوا هاد الزيوت شنو هي ونعرفوا الاختلاف ديالها، وهنا كنعرفوا نوظفوا اشنو خصنا نوظفوا ونعرفوا نخدموا باش شنو خصنا نخدموا. دونك خصنا غير داكشي نستعملوا علميا ماشي عشوائيا، وغادي وما ناتاكيو شي حاجه غير هكا غير حقاش بغينا ناتاكيو. دونك من خلال هاد الهضره ديالي غتجيو وغتقولوا لي انا متاكده اذا الزيوت الجافه احسن من الزيوت الدهنيه، ما عندنا ما نديروا بالزيوت الدهنيه. لا، كل حاجه والاستعمالات ديالها. تخيلوا معايا مثلا زيت اللي تيكون غا، زيت اللي تيكون دهني، هذا شنو غادي يدير؟ كما قلت لكم ما تيدخلش لداخل وتيبقى على الطبقات السطحيه ديال الجلد. هذا شنو غادي يدير؟ اول حاجه هذوك كيصلح البشره اللي كتكون ناشفه بزاف وناشفه. هاد البشره شنو كتحتاج؟ هاد البشره كتحتاج ليدغاتاسيون، وليدغاتاسيون كتحتاج فيها الماء، وكتحتاج فيها تقدر تحتاج فيها حتى الزيت. الوغ هاد الزيت شنو غادي يدير؟ غادي يبقى هنا، غادي يقوي لينا لاكوش هيدروليبيديك. هاد لاكوش هيدروليبيديك شنو فيها؟ فيها الماء وفيها الزيت. دونك ها هو الزيت غنجيبو غيقويه ليها لينا اللي كتكون هذيك لاكوش اللي كتكون على الطبقه السطحيه ديال الجلد. وعاد غادي يخلي الجلد ما غاديش يحميه من داك التبخر ديال الماء،
داك الماء اللي كيمشي غادي ما يحميه من التبخر. دونك هذيك البشره اللي ناشفه محتاجه كتسوي الزيت ولا الماء، فهاد النوع من الزيوت جد جد مفيد ليها وغيخدم ليها بواحد الشكل رائع بزاف. دونك هذا هما الانواع اللي كتحتاجهم. دابا الزيوت الجافه، الزيوت الجافه هي ماشي مناسبه غير للبشره الدهنيه، هي مناسبه لجميع انواع البشره لانها ما كتبقاش على سطح الجلد، لانها تري بينيترانت، لانها تقدر تدخل معها ديزاكتيف وحدين اخرين. ولاني حنا عندنا الغرض هنا مثلا البشره الدهنيه والمختلطه، لان كاينين بعض الزيوت، لان فيها زيوت اللي عندهم داك لفي سيبو ريغولاتور، يعني كتقاد لنا افراز الدهن، فيكو البشره اللي كتكون دهنيه ولا مختلطه عندها افراز ديال الدهن الزهم عفوا ديال لو سيبوم بواحد الشكل يقدر يكون عشوائي، يقدر يكون افراط افراز الزهم، كيكون بزاف ديال الزيوتات فيه. هاد الزيوت هادي بحال مثلا نوازيت، زيت بذور العنب، الماكاداميا، زيت الجوجوبا، المهم انا فايت هضرت لكم عليهم، زيت السيزام، الزنجلان. دونك هادو عندهم داك لافي ديال كيقادوا افراز الزهم، بالتالي فهما مناسبين جدا لهاد انواع البشره. في ختام هاد الفيديو هذا شنو غنبغي نقول لكم، انه ممكن انكم تستعملوا نوع اما زيت دهني ولا زيت جاف حسب نوع البشره ديالكم، ممكن انكم تخلطوا ما بين زيت دهني وزيت جاف حسب نوع الاحتياج ديالكم. نتوما دابا عرفتوا لا باز، عرفتوا الفرق ما بين زيت دهني وما بين زيت جاف، كيفاش كنستعملوهم، علاش غنستعملوهم. دونك كيبقى لكم نتوما دابا تعملوا دي ميلونج ديالكم بهاد الزيوت هادي. حاجه واحده، هاد الزيوت استعملوهم بالليل وما تخرجوش بهم بنهار، لان غنخافوا ان يتسبوا لكم في حروق الشمس ولا في تسبغات ولا في مشاكل اخرى. دونك هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.